كنت عايز اسال على حته الرسم، الرسم حلال ولا حرام ولا كده؟ يعني الواحد لما عنده موهبه، موهبه الرسم دي يكتمها ولا يطلعها ولا ايه؟ اصل بعض الائمه تقول ان هو حلال، والبعض الاخر يقول انه حرام وكده. فكنت اسال بقى ان هو حلال ولا حرام. ايه حكم الشرع في الناس اللي بيقعدوا يعملوا اسحار ومدافن وبيقعدوا ياذوا الناس وحاجات كتيره قوي؟ يعني احنا نفسنا اللي هو انتوا ليه يعني بتاذوا الناس كده؟ لمس الكلب مثلا، هذا نقطة. النقطة الثانية عليها جدل برضو، يعني في آراء، بعض في كذا اختلاف. مثلا قال لك نجس أو يبطل الوضوء أو لا، في جدل كبير بحيث من ناحية مثلا هل يبطل الوضوء أو لا، هل يجوز تربية الكلب في البيت أو لا. النقاب فرض ولا مش فرض؟ بس يعني واللي هو لو لبسناه بقى عادي، اللي هو تاني يوم نقلعه ونرجع نلبسه أو كده، أو حاجة عادية، ولا هي هتبقى حرام؟ بالنسبه دلوقتي ما يوجد صلاه العصر دلوقتي، عليها صلاه العصر يعني جماعه. دخلت الجامع لقيت صلاه العصر شغال، اصلي العصر عادي معاهم، وبعد كده اصلي الضوء، وكان عليها صلاه الظهر اصليها بعد صلاه العصر، ولا اصلي العصر تاني وراها الظهر.